الحياة الحقيقية هي الحياة التي أرادها الله عز وجل، هي الاستجابة للقرآن، هي العيش مع كتاب الله عز وجل. ليست الحياة في مأكل ومشرب ومسكن وذهاب وإياب. ولذلك تأملوا هذه الآية، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن هنالك حياة أخرى أرادها الله عز وجل، ليست الحياة التي يفهمها كثير من الناس. أعد نظرك في حياتك.